ما الذي انتوا الاعلام، الاعلام اللي جاي احنا نعاني منه، الاعلام العراقي اللي انت جبته مدير الموانئ اللي باع الفاول. مدير الموانئ امامك انت يا استاذ نجم، أنا لا وانا اعتب عليك حقيقه، اعتب لا عليك لا حكم لا شديد، أستاذ لان كان كريم، المفروض انت تحضره. هذا يقول لك انطتنا الصين 5 مليار دولار منافع عقديه، انت قلت له 5 مليون، قال لك لا اخي 5 مليار أستاذ كريم، انت ما رديت عليه. أستاذ 5 كريم، مليار تعطيك الصين ليش؟ أستاذ ليش كريم، تعطيك الصين 5 مليار؟ استاذ نجم كان المفروض تدافع عن وطنك، توقف لهذا. لا شنو لا هذا؟ لا مدير لا لا مدير عام، لا أرجوك مدير عام يقول لك أرجوك انا يا أستاذ وقعت. كريم، لنا شنو هذا؟ خليني أتذاكر وياك. أنا مثل ما أخذك واحترم رأيك وأقدم رأيك للرأي العام بكل احترام، مو أخذ رأيي، مدير هذا مو رأيي، لا مو وجهة نظر، هاي بيع العراق ليس وجهة نظر. غاتي يا جاي يبيع حبيب قلبي، الفاو، شنو رأيي؟ يا أستاذ هذا يبيع الفاو، أنت تشتري ايه العراق، أنتم مجموعة كل لديه فكرة. أنا ما لا 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 أنا انا رجل باحث وهو مدير عام، هسه يعطينا أنت درجة وزير، يوقع انا يوقع. يا شنو أستاذ هاي استاذ كريم، نجيب؟ شلون نساوينا بيناتنا؟ يا أستاذ انا باحث، رجل باحث جاي اطلق صرخة اقول لكم يا عراقيين راح تباقون. انت يا اجيب لك مدير عام موقع على بيع الفاو ويقول لك اعطوني 5 مليار دولار أنا ومفروض معينا تعالى. يا أستاذ كريم، خلني أتذكر انت صوت الشعب، انت أستاذ صوت الناس، انت اللي أستاذ واقف كريم، تدافع عن حقوق الناس. أنت لو ما استاذ طلع نجم وياي الفرطوسي ما كان وصلتك المعلومة. أنا شنو هي المعلومة اللي وصلتني يا اخي؟ المعلومة باعوا العراق، شنو معلومة؟ انت معقولة تفرش الواحد لص؟ هذا هو جاي يحكي، انت صدق تحكي في يا الشارع استاذ أستاذ نجم؟ أستاذ كريم، 5 أستاذ مليار كريم، دولار يقول أنت انطيت. ضيعت هذا اسمع الوقت، اسمع، أنت ضيعت الوقت علينا بالصياح. هذا جدل لا 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 ينتج، لا انا لا لا هذا لا لا جدل، استاذ نجم هذا انا ما جدل، اصيح، انا هذا جدل جاي غير اطرح منتج. موضوع أنا أريد استاذ أستفاد، نجم. أنا أريد أستفاد من وجودك أنت. مستفاد شلون يعني؟ خليني شو أسألك، اقول لك؟ خليني أسألك، اقول لك هؤلاء اسم الحزام والطريق المشروع. شو اسم المشروع؟ مبادرة الحزام والطريق، انت قلتها. شنو هي الحزام والطريق؟ الحزام الاقتصادي لطريق الحرير القديم والطريق البحري للقرن ال21. شنو هو القرن الحزام الطريق البحري؟ الفاو. وين ودوا الفاو؟ باعوه الى كوريا والى امريكا، هذا هو الفاو. يعني شنو؟ يعني باعوا الفاو، لذلك انا اقول لك انا اعتب عليك، هذا هو الفاو. باعوه، هو انا بدي باعوا اسالك، مدير عام. هذا شوفه أرد اسالك هذا طال السؤال، امريكا شنو والطا... مس اسمع نجم، استاذ نجم الله نعم يخليك، بس اسمعني. اي شوف الموانئ اللي وراي، باوع الموانئ، وخلي المشاهد الكريم يشوفها، هذه منزلها من جوجل ايرث اني، كلها صينيه ما عدا العراق. هذه وجهه نظر انت تقول؟ هذا مدير عام انطوه درجه وزير من التيار الصدري مع تيار بدر، مع بدر الوزير شبلي من بدر، ومدير العام من التيار، دخلوه بقوه السلاح، قوة السلاح، نائبين من سائرون احتلوا الموانئ بقوة السلاح، معاهم سرايا السلام، واحتلوا الميناء وقعدوه، وبعد 4 أشهر باع الميناء. وانت تقول لي هاي وجهة نظر؟ يا كريم بدل أستاذ تصريح، كريم، شو اسوي انا؟ يا أستاذ شو كريم، اسوي يعني؟ يا أستاذ كريم، يا أستاذ كريم، مشروع بقدر مشروع ميناء الفاو مشروع استراتيجي، هل فعلا دولة يتمكن مدير عام أن يبيع مشروع؟ إذا هاي هاي دولتي، المشكلة، هاي لا المشكلة. عاد هل دولتي، يتمكن نور زهير واحد صعلوك يبيع ياخذ 2 مليار دولار ونص ويروح بيبيع ميناء الفاو هو ممثلا عن الشركة الكورية دكتور نجيب؟ زين هذا نور زهير جلس، بس خلي اكمل الجملة، انت ليش خايف؟ اي لا خايف، شنو خايف؟ ممثلا على الشركة الكورية يناقش المدير العام لدرجة وزير الصدري والآخر الوزير الشبلي اللي هو بدري من بدر، 2 ليش؟ ويبيعون ميناء الفاو إلى أمريكا، باوع ويأخونا لمدة 35 سنة يبيعون الأرصفة الآن قبل شهر إلى ميناء بوسان الكوري المشتريت الإمارات. فهمت هسه شنو؟ احنا جاي يبيعون العراق كله. يا أستاذ كريم، أنا أفهم أن هنالك البلد عليه مؤامرة كبيرة، نحن نحاول مع كل الأصوات أن ننبه الحكومة الحالية أنه هذا شو تسوي؟ أنه هذا الذي يجري.